السلام عليكم. اليوم رح أبدأ شرح مادة السي أو اللي هي مادة برمجة الحاسوب، مادة لطيفة وإن شاء الله تكون سهلة على الجميع. بدنا نحكي في هذا الفيديو عن شوية أساسيات. رح نحكي عن الداتا تايبز والديكليريشن وعن أمرين برينت اف وسكان اف. قبل ما أكتب أو أبلش في أي كود ونبلش نكتب كودات، بدي أعطي لمحات سريعة عن شغلات أساسية. ما بصير أكتب أي كود بدون ما يكون عندي معرفة فيها. بداية، لما بدي أجي أحجز مكان بالميموري للداتا، يعني بالرام مثلا، هذا المكان لازم أعطيه اسم لحتى أقدر أتعامل معاه بعدين بشكل أسهل مما أني أقعد أشوف شو هو موقعه. بيكون موقعه أصلا بيحتوي على أرقام معقدة، فالأسهل أني أعطي هذا الموقع اسم معين. هل عندنا إشي اسمه variables وإشي عن اسمه عندنا برضه اسمه constants. التنتين عبارة عن أسماء مواقع من الذاكرة، لكن الفرق إنه variables ممكن تتغير، بقدر يعني أغير قيمتها أثناء تنفيذ البرنامج، بينما الكونستانت بتضلها ثابتة. هلأ الفاريبل أو بنقدر نحكي الايدنتيفاير هو مجرد اسم زي ما حكينا، سواء كان اسم لفاريبل أو كونستانت أو فانكشن. وغالباً يفضل لما بدي أسمي تكون التسمية مناسبة مع الفعل اللي رح يقوم فيه هذا الفاريبل. يعني لنفرض مثلاً بدي أحسب معدل، فبروح بعمل متغير أو فاريبل والأفضل أسميه average أو AVG اختصاراً، عشان بعدين لما بدي أعمل أستخدم هذا الفاريبل في الكود أعرف إنه شو بيسوي هذا الكود. لقدام رح يصير في عنا كودات معقدة، فإذا ما رح أعطي لكل متغير اسم بناسب في العمل اللي بيقوم فيه رح يصير في شوية خربشة. تمام، ننتقل لتسمية الفاريبل. هلأ إذا أنا بدي أجي أسمي، مش كل الرموز بقدر أستخدمها في التسمية، يعني مش أي رمز بقدر أستخدمه أنا بسمي. التسمية بسي إلها شروط معينة. بداية إذا بدي أبلش بأسمي variable، في عنا ثلاث شغلات ما بصير أبلش في غير، يعني الاسم يكون غير هدول الثلاث شغلات. لازم الاسم إما يبلش بليتر سواء كان capital أو small letters، لازم كما أو إذا ما بلش في letter ممكن يبلش بدولار ساين، أو إذا ما بلش في واحدة من أول تنتين هدول ممكن يبلش في underscore. بس هدول الثلاثة اللي بقدر إشي أبلش في التسمية، واحدة منهم غير هيك رح يطلع error، مش رح يكون التسمية صحيحة. بينما في باقي الاسم بقدر أستخدم إما يكون باقي الاسم بيحتوي على أحرف letters أو underscores أو دولار ساينز أو أرقام، بس الأرقام ممكن تستخدم في باقي الاسم، أما في بداية الاسم ممنوع يكون رقم، يعني رح يعمل عليه error إذا حطينا الرقم في بداية الفاريبل، في بداية اسم الفاريبل. بعيداً عن هاي الشروط، عندنا كمان بالسي في كلمات محجوزة ما بقدر أستخدمها بالتسمية، زي كل هاي الكلمات هي محجوزة رح نتعرف أو رح تتعرفوا على أغلبيتها لقدام في كل جزء من المادة رح تصيروا تعرفوا جزء من هاي الكلمات. مثلاً هون في عنا switch، في عنا if، في else، في anyum، في كتير كلمات رح لقدام تعرفوا تستخدموها في الكودات، فهاي الكلمات محجوزة أنا ما بقدر أطلقها على اسم variable. هاي مثلاً هون عندنا شوية أمثلة بتوضح أكتر اللي حكيته بالنسبة لشروط التسمية. عندنا هون variable اللي أنا استخدمته في إني أسمي، سميت هون variable total sales، بيحتوي كله على letters وكمان سواء capital أو small، وبيبلش في letter، فهل هو بقدر أنا بيكون صحيح يعني بقدر أسميه؟ تماماً بقدر، له اسم محجوز وبيوافق كل الشروط اللي حكيناها، فإذاً هو رح يكون valid. نيجي لتاني مثال total underscore sales، برضو حكينا الunderscore بصير استخدمها في التسمية، وبالإضافة إنه كان أول حرف أول بداية الvariable كان حرف letter، فبالتالي valid، ما في أي إشي إنه مش صحيح بدل مش صحيح، يستخدم كل الشروط وتمام، وبالإضافة إنها كلمة غير محجوزة. ثالث مثال كاتب total.sales، صحيح بلش بليتر بس من خلال الكلام استخدم dot، والdot أنا حكيت ما ذكرتها في إنه بقدر استخدمها خلال التسمية، خلال الاسم يعني. حكينا بس أربع شغلات ممكن أستخدمهم خلال بنص الكلام أو في آخره، ممكن underscores أو dollar sign letters أو digits
بس الدوت ما حكيناها، فبالتالي invalid بسبب إنه ما بيصير الاسم يحتوي على دوت. رابع مثال عندنا for THQ بلش في رقم، وإحنا حكينا بس مسموح يبلش في ثلاث شغلات. لو كان الرقم خلال الكلام تمام بيكون صحيح، لكن بلش في رقم بالتالي غلط. الديجيت مش مسموح يبلش في ديجيت، ممكن يبلش في letter أو في underscore أو في dollar sign. هاي السبب إنه بلش في ديجيت. آخر مثال total sale dollar sign كله تمام وما في غلط فيه فصحيح. هلأ بما إنه صار عندكم فكرة عن التسمية، بضل جزء من التسمية ما حكينا عنه. هلأ أنا ما بزبط أعطي للميموري لوكيشن بس اسم بدون ما يكون إله تايب هذا الميموري، هذا الميموري لوكيشن أو نوع، يعني لازم يكون إله، أحدد له نوع إيش هو رح يكون، عبارة عن رقم، عن اسم، عن رقم صحيح، أو إيش بالضبط اللي بدي أستخدمه، النوع اللي رح أستخدمه لهذا الميموري لوكيشن. فبالتالي عشان أحجز موقع بالذاكرة صار لازم أحدد بالإضافة للإسم كمان النوع لازم أحدد. هلأ تصنيف الداتا تايب كالتالي، عنا الانتجرز أول نوع تصنيفهم للداتا تايبز، أول نوع منهم الانتجرز عبارة عن كل الأرقام الصحيحة بدون أي فواصل عشرية، طبعا ممكن تكون signed وممكن تكون unsigned. الانتجرز حجمها أو الستورج سايز بيختلف، ممكن يكون 4 أو 8 بايت بناء على إذا كان طبعا الانتجر short أو long. تاني نوع نحكي عنه اللي هو real numbers. real numbers اللي هي with fractional parts عبارة عن رقم مع فاصلة عشرية. حكينا أول نوع حكينا الانتجرز بدون أي فواصل عشرية ما في fractions، بينما هون في real numbers بنعرف إنها ممكن تحتوي على فواصل عشرية، فبالتالي بدي أحكي عنهم أسميها real numbers. هذا الداتا تايب هاي بدي أسميه floating point. عندنا طبعاً نوعين منها، نوع حجمه 4 bytes ونوع حجمه 8 bytes. اللي حجمه 4 bytes بسميه float، واللي حجمه 8 bytes بسميه double. تمام. ثالث نوع الكاركترز. الكاركترز يعني عبارة عن أحرف أو رموز. هلأ الكاركترز لما باجي بكتب كود بكتب الكاركتر بشكله الطبيعي، يعني الكاركترز مثلاً لنفرض حرف السي بكتبه بشكله الطبيعي في الكود وببين قدامي على الشاشة عادي، حرف عادي، لكن بالحقيقة بالميموري بتخزن على شكل رقم، وهذا الرقم أنا بقدر أعرفه من إشي اسمه ASCII code طبعاً، وحجم الكاركترز 1 بايت. طبعاً زي ما حكينا عن الانتجر هيو كامل، حكينا رقم بدون أي فواصل، ممكن يكون signed وممكن يكون unsigned، يعني ممكن يكون موجب 5 سالب 10 سواء موجب أو سالب، بس المهم بدون أي فواصل عشرية، يعني عدد صحيح. وبرضو زي ما حكينا متواجد بأحجام مختلفة، في منه 4 بايتس وفي جزء منه 8 بايتس، ممكن يكون حسب إذا كان طبعا short، الشورت أكيد حيكون 4 بايتس واللونج 8 بايتس. فبحكي لي هون size of short integer أقل أو يساوي is less or equal than size of integer، وكمان أقل من حجم long integer، أكيد يعني long هو أكبر إشي 8 bytes والshort 4 bytes. تاني نوع حكينا عنه الكاركترز أو الكاركتر، حكينا ممكن زي حرف السي مثلا دي اي اي حرف، مثلا مثال على حرف الدي راح يتخزن في الميموري زي ما حكيت كقيمه عدديه. مثلا هون انا في الكود طبعا راح ناخذها كمان شوي كيف اعمل ديكلوريشن. هون عامل ديكلوريشن لكاركتر اللي ومعطي قيمه سي. تمام، أنا قدامي على الشاشة رح يظهر عادي عندي حرف السي، بس في الميموري قيمة السي في الاسكي كود هي بالحقيقة 67، فبالميموري بتخزن 67 بس أنا عادي بشوفه حرف السي.
لو نجي هون بنشوف الاسكي الكود اللي انا بحكي عنه، مثلا حكينا قبل شوي حرف السي وقلنا في الميموري كان 67 صح، وهو فعلا هي 67 في الميموري، فهمته الكود تبعه 67. اي حرف مثلا في عنا طبعا للسمول ليترز للكابيتال ليترز، وعندنا رموز او احرف تانية، كل رمز بيشير او بيمثل رقم معين بسميه مثلا كود. لو بدنا اي كابيتال بتبلش من 65، طبعا الاحرف الكابيتالز من 65 ل 90. في عنا السمول ليترز برضه من 97 ل 122. يعني لو احنا عرفنا ايش قيمة اول كابيتال لتر واخر كابيتال لتر، بيسهل علينا اعرف اللي القيم اللي بين هاي الاحرف، وكذلك كمان بالسمول لترز. حكينا عن اخر نوع اللي هو الفلوتينج بوينت، حكينا انه بتحتوي على ارقام real numbers اللي هي لها فواصل، يعني مثلا 15.6، 12.45، سالب 3.8، موجبة برضه وسالبة، وأهم إشي فيها فواصل عشرية. كل الأرقام راح تكون signed. طبعا حكيت عنا float، عنا إشي اسمه double، في كمان إشي اسمه long double. فحجم الفلوت أقل أو يساوي حجم الدبل، حكيت برضو عنه الدبل حجمه 8 بايتس والفلوت حجمه 4 بايتس، فبالتالي أكيد الدبل راح يكون أكبر. هاي الأحجام بشكل أوضح السايز. عندنا هون الداتا تايب كانت شورت، لو كانت شورت مثل اللي هي شورت قصده فيها اللي الشورت انتجر، راح يكون الحجم 2 بايتس. عندنا هون الانتجر العادي راح يكون الحجم 4 بايتس، لو كان لونج انتجر برضه راح يكون 4 بايتس. بالنسبة للفلوت حكيناها 4 بايتس برضه، والدبل كمان حكيناها 8 بايتس، والكاركتر برضه 1 بايت. هلا صرنا بعد ما عرفت كيف بقدر اسمي وكيف كمان اني لازم احدد الداتا تايب للفاريبل، صرت بقدر اكتب متغير مع نوعه، يعني اعمل له تعريف او ديكلاريشن. الديكلاريشن هو اني بداية اكتب نوع الداتا تايب بعديها اسم المتغير، هذا ككود. يعني بس معنى الديكلاريشن اني اعمل تعريف لهذا الفاريبل، بس الديكلاريشن يعني اني احكي للكومبايلر حجم هاي الميموري اللي انا بدي اخزنها، عن طريق اني اعطي التايب وكمان احدد له الاسم، فهو رح يتخزن. انا هيك خبرت الكومبايلر ورح يكون كل اشي تمام، وبقدر اعطي بعديها قيمه للفاريبل واكمل في كتابه الكود. هلا قبل ما انا اعطي قيمه للفاريبل لازم انا اعلن عنه، فبدايه انا بعلن عنهم عن المتغيرات كلها اللي بدي اياها، بعديها بقدر استخدم في اني اعطيها قيمها. تمام، زي ما حكيت برجع بعيد اني عشان اعمل ديكلاريشن اول شيء لازم اكتب نوع الداتا تايب، بعديها اسم المتغير. يعني هون عندي اول شيء الداتا تايب، بعديها الاسم اسم الفاريبل. لان عندنا هون شويه امثله إيش شو يعني او كيف بدي اتبع هاي الطريقه اني اعرف الديكلوريشن. او بدايه بحط نوع الداتا تايب، اخذنا داتا تايبس كثيره او اللي شرحناهم، لا احنا اصلا قسمناهم لثلاث اشياء رئيسيه، الكاركتر والانتجرز والفلوتينج بوينت حكيت عنها. لنفرض انا بدي اعمل ديكلوريشن للسالاري، شو حتكون قيمته؟ هل هي عدد صحيح أو فيها فواصل عشرية؟ لا بديها عدد صحيح، بالتالي حيكون نوعها إيش؟ integer. راح أستخدم بداية نوع الداتا تايب المناسب للسالري وأحطه في integer. تمام، تاني مثال بدي أستخدم short integer، ما بدي الانتجر العادي، بدي أستخدم short.
رح بدي أنا هون الفاريبل اللي هو العمر. العمر غالبا يعني نحكي عمر ثابت، يعني عمر عدد صحيح، هون بدي أستخدم في هذا المثال. فبالتالي حكيت برضو انتجر، استخدمت حطيت short integer. ثالث مثال بدي نحسب مثلا مجموع إشي معين، وبرضو المجموع غالبا إذا أنا مستخدمة شغلات انتجر كانوا بدي أجمعهم أكيد حيطلع الجواب انتجر. هون كمثال هيك هو قصده يعني. فهون برضو long integer ومستخدم السم الفاريبل. هذا طبعا الجزء الثاني اللي هو كل هاي الأسماء هي عبارة عن variables، وكل اللي على اليسار عبارة عن data types. تمام، لازم أنا بالبداية بحط data types، بعدين بحط data type، بعدين بكتب اسم variable. نيجي للمثال الرابع، بدي أحسب أو بدي أعمل معرفة هون متغير، لنفرض بدي أستخدمه في حسابة مثلا مساحة الدائرة. غالبا لما نحسب مثلا مساحة الدائرة أو أي شيء بخص الدائرة غالبا حيكون في فواصل عشرية في الأرقام. فبهذا المثال استخدم، ممكن نستخدم float، ممكن double زي ما بدنا. هون نستخدم إيش data type double، وممكن أكتب كمان float circle radius، أو هذا كله طبعاً اسم الـ variable. آخر مثال معرف variable اسمه letter، يعني حرف، وأكيد شو راح يكون الحرف نوعه character. وهيك صار واضح لنا كيف بعمل declaration كيف بعمل declaration لل variable اللي بدي اياه، عن طريق اني بداية احط الداتا تايب، بعدين احط اسم ال variable. هاي كلها بنسميها declaration. تمام، وهذا نغير الكلر. وهذا بنسميه memory location أو variable أو identifier، كلهم the same. تمام، هيك صار واضح. هلأ علشان بدي أعمل declaration، لو بدي أعمل declaration لأكثر من variable، الآن إحنا عملنا declaration أو إعلان عن variables مختلفة، كل واحدة نوع أو كل واحدة نوع وكل واحدة لمطلوب معين، يعني مش بنفس الكود. فلنفرض أنا بدي أعمل أعلن عن متغيرات من نفس النوع كلها integer، في عندي طريقتين بقدر أعلن فيها عنهم، هي نفس الإشي يعني، بس في طريقتين. هلا بدي أكتبهم. ممكن أعلن عن المتغيرات في نفس السطر، إذا كانوا كلهم integers ممكن أعلن عنهم في نفس السطر عن طريق إني أفصل بينهم بس في فواصل، يعني أحط integer بداية، مثلا أحط salary، بعدين مثلا x، بعدين y، وأكمل بينهم بس فواصل. أو ممكن أعمل مثل هاي الطريقة اللي هي مثلا بداية أحط integer salary و semicolon، بعدين احط اعمل انتر، احط بالسطر الثاني انتجر اكس برضو سيمي كولون، بعدين انتجر واي، وهكذا. التنتين طريقتين صح، بس يفضل او الاسهل والاسرع انهم يكونوا in the same line. لو بدنا نيجي مثلا نعمل مثال، او مش مثال يعني كتوضيحة، نحط مثلا بدي اكتب انتجر اكس ممكن، وانتجر واي، وانتجر زد. هاي طريقة اني اعمل declaration برضو صحيحة. هاي طبعا انا هون لسه ما اعطتهم قيم، بس مجرد بعمل اعلان عنهم. هاي الطريقة صحيحة، او ممكن اعمل زي هاي اللي هي احط اول اشي نوع الداتا تايب، واحط الفاريبلز اللي بدي اياهم، وافصل بينهم بس بفواصل. مش شرط طبعا انتجر كل الداتا تايبز بتزبط، يعني كان هون عندنا دبل، حاطط دي 1 دي 2، بعدين اريا،
وشو ما بدي، ده بزبط اني افصل بين، لو كان عندي اكثر من متغير بقدر افصل بينهم بس بفواصل. واخر اشي بحط السيمي كولون. هاي طبعا السيمي كولون ضرورية جدا في نهاية اي جملة برمجية. في طبعا رح نتعرف على او على شروط في الكودات احيانا، ما مش صح استخدم هاي السيمي كولون في نهاية الجملة، رح نتعرف امتى بعدين. بس مبدئيا في اغلب الكودات او في اغلب السطور لازم اختم السطر البرمجي في سيمي كولون. هلأ بعد ما عرفت المتغير بدي أعطيه قيمة. بعد ما عرفت المتغير بدي أعطيه قيمة، أو يعني بدي أخزن جواته القيمة اللي بدي إياها، اللي أنا عاملته علشانها، علشان أخزنه فيها، عشان أخزنها فيه عفوا. فببساطة بروح بحكي، بقدر أتبع هاي القاعدة لحتى أعمل assignment. بحط أول شيء الIdentifier أو الVariable اللي أعلنت عنه، وبحط طبعاً الEqual، هاي علامة الAssignment إنه يساوي، وبحط الExpression. الExpression طبعاً ممكن يكون بسيط، زي مثلاً إن لنفرض أكون معلن عن Integer X، خليني أكتبها. لو أنا كاتب عندي Integer X تمام، هيك أنا عندي معلن عن المتغير. لو بدي أتبع هاي القاعدة في إني أعمل له assignment، لنفرض الإكس بدي أخزن فيه قيمة مثلاً 5، تعتبر طبعاً هاي القيمة عددية، قيمة بسيطة يعني مش معقدة، فهذا الإكسبريشن بسيط. هيك أنا عملت declaration للإكس وassignment، فصارت الخمسة اللي هون مخزنة في variable X. هاي الخمسة هاي صارت موجودة في X. أو ممكن يكون الإكسبريشن مش بسيط لهاي الدرجة، ممكن يكون مثلاً معادلة رياضية معقدة. لو بدي أعدل أو أحط معادلة رياضية مثلاً شوي معقدة أكثر من إنها تكون سيمبل زي هيك، أحط مثلاً X يساوي 8 زائد 1 مثلاً ضرب 5. لو نيجي نحسبها 8 زائد 1 9، 9 في 5 45. طبعاً 45 راح تنحط جوا X، وبالتالي قيمة X حتكون 45. هاي برضو expression، هذا المعادلة هاي هي expression كمان. أو سوري ما حطت هون semicolon، لازم طبعاً هيك تمام. هاي مثلا هون نفس الاشي example، ممكن x تساوي 5، وممكن معادلة شوي معقدة زي هاي برضو صحيحة. حكيت ان الاكسبريشن ممكن يكون simple او ممكن يكون معقد، او ممكن كمان اساوي متغيرين ببعض، زي اني اجي احكي مثلاً أكتب integer x يساوي 7، وكمان أحط متغير تاني integer y يساوي x. هيك شو صار؟ جاب قيمة الموجودة في x اللي هي 7 وراح حطها في y، فصارت y تساوي x اللي هي 7. يعني لو بدي أجي أرسمها، أشوف كيف في الميموري X محطوط فيها 7 تمام، عرفت X صارت موجودة X، بعدين حطيت فيها قيمة 7، حطيت فيها قيمة 7، جيت لل Y عرفت Y، جيت عرفت الواي
أول ما عملت انتجر واي هيك كان شكلها. طبعا هذا بدي أو تمثيلي، إشي تمثيلي يعني في الميموري مثلا عشان أفهم شو بصير. عرفت واي لما كتبت علامة الأسايمنت وحطيت تساوي إكس، بيروح لي عند إكس، بشوف لي إكس شو فيها 7، بيروح بحط القيمة الموجودة في إكس اللي هي 7 في واي. لو شو ما كان في إكس، لو كان 100 مليون، حيجي برضو يحطها في واي نفس القيمة لأني أنا أصلا ساويتهم. يعني هو حيروح على إكس مرة تانية، بدي أحكيها، حيروح على إكس يشوف شو موجود فيها، القيمة نفسها الموجودة في إكس راح تنحط في واي. طبعا أنا بدي بس قبل ما ننتقل بدي أحكي كمان في شغلة، وأنا بعمل declaration و assignment، ممكن أعمل declaration و assignment في نفس الوقت. يعني مش شرط ال declaration بالأول بعدين أحط ال assignment، يعني ممكن كمان تنتين اختصارا مثلا للكود عشان ما يصير عندي كتير أسطر برمجية. ممكن أعمل هاي الطريقة، أحط integer x وأعطيها قيمة 5، تمام، أحط بعدين integer y يساوي مثلا 6، صح. وممكن كمان عادي لو كانوا في نفس السطر ما دام انا انهيتها في سيمي كولون، بس احنا بنحطها في سطرين يعني علشان ما يتم الخربشه، بس كله ممكن. وممكن كمان شغله، لو عندي اكثر من متغير، مش انا كنت كاتبه انتجر واي يساوي مثلا 6، بما انهم الاثنين انتجر بقدر زي ما كنت اختصر قبل في الديكلوريشن احط فواصل وأحط برضو y يساوي 6 بهاي الطريقة، طبعا صحيحة برضو. وكمان بما إنه حكينا إنه بقدر أساوي متغير بمتغير تانية، لو أنا حاكي مثلا integer x يساوي 5 و y يساوي 6 وعندي كمان z يساوي integer، هو عدد integer z يساوي x زائد y، صحيح. شو راح تكون قيمة z؟ لو نيجي نمثلها على السريع زي ما هلأ حكيت، بيروح يحجز لي في الميموري x، بحط لي فيها قيمة 5، بيروح كمان هيك في y، بحط لي فيها قيمة 6، بيروح على z، بيعمل طبعا زد بما اني عامله ديكلاريشن للزد، بيروح بيعملها يعني بخصص لها مكان في الذاكره وبشوف قيمتها، قيمتها اكس زائد واي. بدايه اول شيء بروح بعمل هذا الاكسبريشن، بروح بجيبه اكس قديش 5، واي قديش 6، 5 زائد 6 11، راح يخزنها هاي بما انها قيمتها 11، فالزد راح تساوي 11 وراح يتخزن هون في زد 11. على السريع هون زي ما عملت الاكزامبلز، عمل هون انتجر ونمبر 1 اعطاها قيمة 15، وعمل انتجر كمان فاريبل تاني اسمه نم 2 وساواه بنم 1، فصارت قيمة الموجودة في نم 1 هي محطوطة في نم 2 اللي يعني نم 2 تساوي 15. هون عمل اعلن عن متغير من نوع كاركتر اسمه letter اعطاه قيمة A. نيجي بما انك خلصنا للفاريبلز نيجي للكونستانت ديكلاريشنز، كيف انا بعلن عن الكونستانت؟ هلا اذا بدي اعلن عن كونستانت بستخدم كيورد اسمها كونست، وراها بحط النوع او الداتا تايب اللي معنيه فيها، وبعدين بحط اسم الكونستانت، بصير هيك عندي الديكلاريشن ثابت. بعديها طبعا بحط اشاره الاساينمنت وبساوي بالقيمه الثابته اللي بدي اياها. يعني هون عندي السنتكس تبع الإعلان أو الديكلوريشن عن الكونستانت، بداية بحط كيورد كونستانت أو كونست، بعدين بحط بعديها الداتا تايب نوعه، ممكن انتجر حسب شو الكونستانت نوعه، مثلا لو بدي أعلن عن متغير اسمه مثلا إيه، بدي أعطيه قيمة 2.7، هيك راح يكون هو دبل، انا راح احط التايب مثلا دبل او فلوت. بعديها بحط اسم الايدنتيفاير اللي هو انا بعلن عن ايه اسمه ايه، هون حيكون ايه،
هون راح احط اول شيء كونستانت، لو بدي اعلن عن ايه حتكون كونست بعدين الداتا تايب حيكون مثلا float نحكي او double. بعدين الايدنتيفاير اللي هي الايه، بعديها علامة الاسايمنت دغري، بعديها الاكسبريشن لانه اصلا constant. هون عندنا امثلة، عندنا examples، عندنا const double x equal 7.8، هذا برضه راح يكون constant، راح استخدم هاي القيمة، انا بكون معلن عن الكونستنت حتى استخدمه بعدين بالكود بطريقة معينة حسب الكود اللي انا عملته. هون الاكس اعطاها قيمة 7.8 وما راح تتغير، طول الكود حتضل بهاي القيمة. يعني لما اجي استخدم مثلا بهذا الاكزامبل، لو انا عندي مثلا جيت عرفت مش انتجر دبل، بدي احكي مثلا دبل واي، كمان بدي كمان دبل اسمه زد، variable من هذا دبل اسمه زد، هيك صار عندي variable اثنين variables. الواي جيت حكيت جواته قيمة مثلا 3.2 ماشي، والزد كمان اعطيته لهذا الاكسبريشن اكس مثلا ضرب واي، قيمة واي هي موجودة، بس باجي بطلع هون بقول انا مش معلنة عن او مش حاطة هون اكس، الواي طبعا جابها هيها من هون، الاكس من وين بيروح بيجيبها؟ من الكونستنت، انا عامله كونستنت اسمه اكس، فبعوض بدل اكس قيمه 7.8 وبدل واي 3.2 وبضربهم في بعض. نيجي للمثال الثاني، عامل هون ار مستخدم هون برضه كونستنت ثاني، عامل بيعتمد على الكونستنت اللي قبليه، ممكن بيصير برضه 7.8 بدل اكس راح تتعوض هون، وبعدين وبضربها في 2 فصار عندي r equal 7.8 ضرب 2 وهي برضو constant راح تكون. نيجي لآخر مثال هو عامل constant double اسمه باي، طبعا نعرف أغلبنا أو كلنا بنعرف شو هي باي، هي 3.14 بنستخدمها غالبا مثلا في اشياء بتخص الدائره، لنفرض مساحه الدائره رح نستخدم باي، وانا الباي ما بتتغير قيمتها دائما ثابته دائما 3.14، عامل كونستانت دبل باي وعامل السيمي كولون، طبعا احنا بنعرف السيمي كولون هي بنهايه الجمله بتكون، عامل سيمي كولون ومنهي الجمله وانا مش معطي الكونستانت فاليو، وهذا اشي غلط لانه الفاليو كونستانت هي حتكون ثابته ما رح تتغير، وأنا هيك عملت constant بدون ما أعطي قيمة، هذا إشي غلط ما بيصير، لازم أحط يعني لو بدنا نصحح هذا القول بنحط constant double by equal 3.14 وبحط السيميكولون، هيك صحيح صار. طبعا في طريقه ثانيه كمان لاني اعلن عن الكونستانت، وهي اني استخدم كيورد اسمها ايش define، هاي الكيورد وراها بحط اسم المتغير وبعدين قيمته بدون ما استخدم اشارات ثانيه، يعني بدون ما احط equal او اي اشاره ثانيه، هيها بشكل واضح بهذا المثال بعمل define بعدين بحط اسم المتغير، بحط اسم المتغير هي باي، بعدين اعطيته قيمته اللي هي 3.14159 الى اخره، هيك صار عندي برضو كونستانت قيمته 3.14، ونفس طريق نفس يعني النتيجه اللي راح تعطيني اياها الطريقه اللي قبل شويه تعرفنا فيها كيف بعلن عن كونستانت.
هون طبعا بحكي لي البري بروسيسور اللي هو جزء من الكومبايلر رح يعمل رح يستبدل الايدنتيفاير باي، بدل باي رح يحط قيمة 3.14 3.14.